مكملين معكم محطاتنا من استوديو رام الله الى استوديوهاتنا في غزه، والزميله بيداء معمر والحديث عن مشروع بحث ورساله. صباح الخير بيداء. صباح الخير. يسعد صباحكم علاء وآلاء، ويسعد صباح كل زملائنا وزميلاتنا في طواقم عملنا في تلفزيون فلسطين، ويسعد صباح لمشاهدينا الكرام. يعني أبحاث علمية ينفذها باحثون صغار، هذه الأبحاث العلمية في عنوان ورشة باحث ورسالة التابع لمركز بنات الغد، ومكان التنفيذ في جامعة الأزهر. هذا ما يدل على مدى الوعي العلمي والثقافي لأطفالنا ومدى إدراك للمعلوم والمعارف. أكثر عن هذه الورشة يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور خلدون أبو الحين، مدير معهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك، وصباح الخير لجميع مشاهدي تلفزيون فلسطين. كل التحية. يعني دكتور، بداية عن هذه الورشة، ربما هناك تعاون ما بين جامعة الأزهر ومركز بنات الغد ليتم تنفيذ هذه الورشة، أكثر عن هذه الورشة بداية. في البداية يجب أن يكون يعني واضح للجميع وظاهر للجميع أن أطفال الشعب الفلسطيني أطفال لديهم كل القدرات العلمية والذهنية والتفكير الإبداعي والتفكير خارج الصندوق، مثلهم مثل جميع الأطفال في الدول المتقدمة، لكن ينقصهم قليلا من الدعم والتحفيز والتبني. جاءت هذه الورشة بمبادرة من مركز بنات الغد في مركز الثقافة أو جمعية الثقافة والفكر الحر، التي نظمت ضمن مشروع باحث ورسالة أربع أبحاث علمية تناقش المشاكل البيئية التي يعاني منها ساحل قطاع غزة، وتوجهت إلينا نحن في معهد المياه والبيئة كجهة أكاديمية متخصصة لتبني هذه المشاريع ومناقشتها وتقييمها تقييم علمي لكي تكون ذات قيمة علمية، ثم بعد ذلك توضع هذه النتائج في مكاتب أو مكتبات الطلبة في المدارس الابتدائية بشكل عام. يعني وضعتنا في الصورة أنه يعني تم طرح من لدى الأطفال بإحساسهم بمشاكل، أربع مشاكل رئيسية. هذه المشاكل من إحساسهم بواقع، يعني الواقع الذي نعيشه بالظروف، كيف كانت هذه المواضيع؟ المواضيع في الحقيقة هي تنبع من المشاكل البيئية العميقة التي يعيشها قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي كله ينعكس على البيئة. قطاع غزة يعني يعتبر أكبر كثافة سكانية في العالم، هذه الكثافة السكانية تنعكس بتأثيرها السلبي على البيئة بالتأكيد. وبالتأكيد ساحل قطاع غزة هو المنفذ الوحيد والأضعف الذي تظهر عليه أشكال التلوث البيئي، والأطفال الآن هم يحسون بالمنع، منع الدخول، منع السباحة، مشاكل تآكل الشاطئ، تراجع الثروة السمكية في ساحل قطاع غزة. فزاد التفكير لماذا، ما أسباب هذه المشاكل، ما الذي يؤدي إليها، وكيف يمكن أن نساهم في حل هذه المشاكل. يعني ربما دكتور خلدون الجميل في ذلك أن من يفكرون مشاهدينا الكرام هم الأطفال، هم من يجدون حلولا لمشاكل عالقة في المحافظات الجنوبية. إلى هذا التقرير والزميلة خولة الخالدي، ابقوا معنا. أطفالنا مستقبلنا، والعلم أساس البناء الصحيح، وعلى هذا أقيمت ورشة عمل باحث ورسالة الذي ناقش مخرجات أبحاث علمية نفذها مجموعة من الباحثين الصغار ضمن المشروع الذي أقامه مركز بنات الغد. كانت مشاركتي بالبحث إنه هو نوثق معلومات من الأماكن اللي رحنا إلها من خلال زيارات المختصين والتواصل معهم. كانت تجربة حلوة لأنه إحنا عملنا بحث إنه يفيد طلاب المدارس، بحيث إنه رسالات الماجستير بتكون مكتوبة باللغة الإنجليزية، فطلاب المدارس ما بيكونوش قادرين يوصلوا للمعلومات اللي جوا الرسالة، فإحنا عملنا لهم مبحث باللغة العربية إنه بحيث إنه هم لو قرأوا البحث يستفيدوا منه ويعرفوا يعملوا الأبحاث. مجموعة الأبحاث المقدمة اختصت في مجال المياه والبيئة، تم تنفيذها بعد زيارات ميدانية متعددة وإعداد ملاحظات علمية تم تحكيمها من خلال أساتذة مختصين من جامعة الأزهر أشرفوا على معالجة وتصحيح طريقة عرض البحث العلمي.
الآن عندنا 18 باحث من هذا السن أنجزوا 4 بحوث حول قضية وطنية، قضية أساسية نتداولها جميعا وهو بحر غزة. وهذه القضية أثارت واستفزت الفتيان لأنهم منعوا من السباحة في هذا البحر، فكان التساؤل لماذا منعنا من بحر نمتلكه، فركزوا على قضايا هي تلوث البحر وانحدار ساحل البحر وتأثر الثروة السمكية في البحر. وكانت أبحاثهم يعني رائعة لدرجة أن جامعة الأزهر حكمت هذه الأبحاث. إعجاب وتقدير من أهالي المشاركين لما قدمه أبنائهم في الأبحاث، معبرين عن امتنانهم للحالة العلمية والاهتمام بقدرات ومواهب الأبناء التي تثري مسيرتهم العلمية. للأمانة كانت أول مرة يعني لإيمان تشارك في المركز الثقافة والفكر الحر، وأنها شاركت في موضوع بحث ورسالة كان إشي كتير رائع بالنسبة لإلها، زاد من قوة شخصيتها أكثر، خلاها حابة للعلم تبحث تدرس، علمها إشي جديد في مجال دراستها إنها تكون أنظم وأرتب وتفكر بطريقة إيجابية أكثر من قبل. هو الإبداع الذي لا تحده الحدود، أطفال يحذوهم الأمل والإبداع ليثبتوا على الدوام أن العمر ليس مقياسا للنجاح والإبداع. لبرنامج فلسطين هذا الصباح، خولة الخالدي، غزة. يعني من خلال هذا التقرير مشاهدينا الكرام نجد أن هذه الأبحاث العلمية جميعها تدور حول مشكلة ما، وهي تلوث مياه البحر. كيف لنا يعني كجامعة وكما حد تحكمون هذه التقارير أن ندعم بصفها وأن نطبقها على أرض الواقع؟ التقارير هذه زي ما تفضلوا حتى الطلاب وحكوا، المهم فيها والجميل جدا فيها أنه هذه التقارير هي باللغة العربية. صحيح، عندما أشارت له. صحيح، وهذه كانت يعني نقطة جوهرية من النقاط الأخرى في البحث العلمي، لأنه معظم الأبحاث سواء رسائل الماجستير أو حتى البكالوريوس أو الدكتوراه أو الأبحاث العلمية هي منشورة باللغة الإنجليزية. صحيح، فيصعب على الأطفال قراءتها وفهم المشاكل، فهؤلاء الأطفال بدأوا ببناء قاعدة بيانات باللغة العربية للمدارس لتكون مرجع بالتأكيد بلغتهم، بلغتهم عليها حتى يسهل بالضبط. هذه الأبحاث تحتوي على معلومات علمية قيمة، يعني تكاد تكون بحث لمشروع تخرج لطالب بكالوريوس في السنة الرابعة في 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 الكليات الهندسة أو كليات العلوم. المعلومات اللي فيها قيمة جدا وباللغة العربية. دورنا نحن كجامعات كمعهد مياه وبيئة أن نناقش هذه الأفكار، لربما خرج منها ما هو جديد. ليس بالضرورة أن يكون الناتج العلمي والتفكيري ناتج من ناس يحملون درجات عليا. صحيح، ربما لدى الأطفال آراء وتصورات وتفكير يمكن تطبيقه ويخطر على أبال هؤلاء الأطفال، يعني يعتبر منجم، ويجب أن ندعم هؤلاء الأطفال ونرسخ فيهم فكرة البحث العلمي والتطور. يعني دكتور، من خلال احتكاككم مع هؤلاء الأطفال وتحكيكم واحكامكم عفوا لهذه التقارير، كيف وجدت يعني درجة التفكير للأطفال؟ يعني تقول قبل قليل أنه تفكيرهم كان أنه عالي جدا، لكن إحنا بنلاحظ أنه هل هذا التفكير يتناسب في عرض هذه المشاكل بطرحهم للمعطيات؟ هناك الأخذ بخطوات البحث العلمي، كيف كان السير لهم في هذه المواضيع؟ كان راجعة المراجع المتاحة، ثم وضع آلية للعمل، زيارة الميدان، العمل التحليلي، يعني خطوة خطوة عين بالتدريج بالضبط، ثم الوصول إلى الخلاصة أو الكونكلوجين أو الخلاصة هذا البحث. الأبحاث كانت رائعة من حيث التكنيك أو تقنية عمل البحث، وكانت رائعة أيضا بمعلوماتها، معلوماتها ثرية جدا وغنية جدا رغم افتقارهم لبعض وسائل حديثة في التحاليل، ولكنها كانت يعني عمل متقن، ويدل على أن هؤلاء هم جيل المستقبل الذين سوف يبنون الدولة الفلسطينية إن شاء الله في المستقبل. يعني بذلك لا نقشع على مستقبل أطفالنا بتفكيرهم العالي. لو يعني أمكن أن تذكر لنا مثال من خلال يعني ما وجدت هالتقارير والأبحاث العلمية، دراسة تحليلية بالفعل دقيقة، أفضل التقارير التي قدمت. جميعها تقريبا ذات مستوى عالي،
وفي نفس المستوى. لكن من أهم التقارير أنا بعتبرها هو دراسة تآكل البحر، واللي كان أظهروا فيه الطلاب بوضوح أن نعم. هناك سبب رئيسي لتآكل البحر، وهو التدخلات البشرية الغير محسوبة على خط الساحل، أنه أكثر من العوامل المناخية، أنه المناخ لم يكن هو العامل الأساسي في التأثير على شاطئ البحر، ليس العامل الطبيعي، وهذه نتيجة يصل إليها يعني بحث أو ورقة عمل تنشر في مؤتمرات علمية، وصلوا لهذه النتيجة أنه التعديات البشرية على الشاطئ والغير محسوبة هي سبب التراجع السريع وليس التغير المناخي حتى من خلال الآن. يعني شعورهم بإحساس بالمشكلة والسبب الرئيسي، ربما وضعوا حلول لذلك، كيف كانت الحلول؟ التوصيات أو الحلول التي اقترحوها جزء منها يمكن تطبيقه، وجزء منها يحتاج إلى إرادة شاملة وسياسة شاملة. وفعلا الحلول والتوصيات اللي قدموها الطلاب هي توصيات منطقية، وفعلا توصيات تناقش الأساس المشكلة وتزيل أثر المشكلة. كانت توصيات ممتازة، بمثلا جزء منها تشريعي بوجوب مثلا أن تقوم السلطات بمنع كذا ومنع كذا، وجزء منها كان تقني، يعني قالوا مثلا نستخدم أنواع من الألسنة البحرية، نستخدم مثلا الكتل الخرص، كان في وضع آليات أو توصيات هندسية علمية لحل هذه المشاكل. وإحنا نتمنى أنه يتم في إيجاد حلول وتطبيقها. هل يأتي العمل بهذه الأبحاث العلمية التي طرحها باحثون صغار من خلال هذه الورشة، أم سيتم تجديد لعمل هذه الورشات في الأيام القادمة، أو لديهم إجراءات في التنفيذ؟ هذه الورشة أنا بعتبرها الأولى من نوعها التي ربما في فلسطين، لكن في قطاع غزة هي الأولى من نوعها التي تتبنى جامعة ومركز مختص بطاقم تحكيمي مكون من أساتذة جامعيين لتحكيم أبحاث علمية أعدها طلاب في مرحلة الإعدادية، تعتبر المرحلة يعني الحالة الأولى. نعم. ولقد أبهرتنا من شدة ما فيها من إتقان وتنسيق ونتائج، وعلى هذا الأساس نحن نتبنى في جامعة الأزهر في قطاع غزة ومعهد المياه والبيئة هذه السياسة مع جميع المؤسسات التي تدعم تفكير الأطفال وتدعم بحث الأطفال عن المعرفة والعلم، كما أننا طلبنا من جميع المؤسسات وأوضحنا لهم أننا على استعداد لتقديم الدورات المختصة والتحاليل المختصة لهؤلاء الأطفال لزيادة قدرتهم العلمية والبحثية. جميل. هل تجد أنه من خلال يعني هناك عقول يعني لدى أطفال نيرة مفكرة، بجانب ذلك هناك عوامل لتطويرها يعني لم تأتي من فراغ لكي يطرح كل ما لديه من موهبة قدرات علمية عالية، وما يحتاج بذلك تدريب مستمر كما أشرت أن هناك يكون دورات متخصصة، ماذا على المؤسسات والمراكز كمركز بناة الغد الذي أعطى لهم الفرصة في تنمية مواهبهم؟ يعني مركز بناة الغد لم يدخر جهدا، وهذا كان واضح من مستوى الطلاب والزيارات العلمية اللي راحوا بيها، هذا مكلف، هذا النشاطات والتحاليل والزيارات الميدانية مكلفة ماليا للمؤسسات، ومع ذلك لاحظنا أن مؤسسة بناة الغد ومركز الثقافة والفكر الحر أو جمعية الثقافة الحر لقد بذلت كل ما هو متاح من توفير مشرفين أكاديميين، كان معهم الدكتور حسام زقوت أيضا أشرف على تقييم أبحاثهم وإسنادهم، مشرفين كانوا معهم في الميدان، كانوا عملوا زيارات ميدانية للمؤسسات، هذا كله مكلف للجمعيات، ولكن لاحظنا أن الجمعية تبنتهم ودعمتهم. طبعا نتمنى من جميع الجمعيات العاملة في فلسطين بشكل عام أن تولي الأطفال أطفال المدارس جزء من دوراتهم أو نشاطاتهم. نعم. لبناء البحث العلمي والتفكير الإبداعي لدى هؤلاء الطلاب في منذ نعومة أظفارهم كما يقال، حتى يصل إلى الجامعة وهو لديه مستوى عالي بالتأكيد من البحث العلمي
والمعرفة ويكون مؤهل لكل شيء. يعني بوركت هذه الجهود من خلالكم جامعة الأزهر وأيضا جمعية الثقافة والفكر الحر التي أسهمت في صقل شخصية الأطفال وتنمية قدراتهم العلمية. أشكرك جزيل الشكر دكتور خلدون أبو الحن مدير معهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر. إذن مشاهدينا الكرام من رحم المعنى يولد الإبداع، برغم من كل الظروف القاهرة يستطيع أطفالنا أن يبدعون. كل التحية لكل طفل يستطيع أن يبحث ويصنع فكرة لكي يكون في المستقبل